السلام عليكم. عقدت تنظيم الناصري أمس الأربعاء ندوة سياسية في تعز، وفي اللقاء الذي حضرته قيادة السلطة المحلية وممثلو الأحزاب، تحدث أمين عام الناصري عبد الله نعمان عن رؤيته حول أهم ملفات الأزمة التي تمر بها البلاد. وانتقد نعمان الأداء الهزيل للحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة، وقال إن التحالف والحكومة لا يملكان استراتيجية واضحة لحل الأزمة. رسائل كثيرة بعثها أمين عام أحد أحزاب تكتل اللقاء المشترك بعد أن كاد المواطن اليمني أن ينسى ما هي الأحزاب وما هو اللقاء المشترك. غيبوبة طويلة دخلها العمل السياسي في اليمن منذ بداية عاصفة الحزم، ويرى مراقبون أن وضع هذه الأحزاب كل أوراقها بيد دول التحالف سبب هذا الجمود المتشح بالخوف. فهل ستكون تصريحات نعمان صفارة البداية لاستعادة نشاط الأحزاب الرئيسية في الساحة الوطنية؟ وهل يمكن أن تساهم هذه الرؤى في ترشيد عمل الحكومة الشرعية التي اقترح الناصري أن تقلص الاثني عشر وزيرا على الأكثر لتولي المهام الرئيسية المطلوبة للتحرير؟ وماذا عن تعز؟ إلى متى ستظل المدينة المغضوب عليها من جميع الأطراف؟ أم أن المخرج يريدها كذلك؟ كل هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام وغيرها سنناقشها في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الأزمة اليمنية في فصل جديد من رحلة البحث عن مخرج الطوارئ بعد عامين من الحرب التي لم تبارح مكانها باستثناء تحرير بعض المحافظات الجنوبية. موقف تبلور خلال اليومين الماضيين حول العديد من القضايا والملفات طرحه أمين عام التنظيم الناصري عبد الله نعمان كرؤية شاملة لمعظم ملفات الأزمة. نعمان انتقد أداء الشرعية والتحالف خلال العامين الماضيين، وقال إن الحكومة الشرعية والتحالف لا يمتلكان رؤية لاستعادة الدولة على المستويين السياسي والعسكري، وأن على الحكومة إذا ما أرادت أن تواصل عملية التحرير أن تتخلى عن تشكيلتها الفضفاضة وأن تشكل حكومة مصغرة من 12 وزيرا فقط لإدارة الملفات الرئيسية. رؤية من شأنها أن تلقي حجرا في بركة العملية السياسية الآسنة، وتعد تصورا لدور محتمل جديد للأحزاب السياسية التي يمكن القول إنها دخلت حالة موت سريري وفقدان للذاكرة منذ بداية الحرب. يعيد أمين عام أحد الأحزاب اللقاء المشترك الكرة لملعب الأطراف السياسية الفاعلة التي قررت الابتعاد عن ممارسة العمل السياسي لصالح القوى الإقليمية وامتداداتها الداخلية، إذ لا إنجاز على الصعيد العسكري منذ عامين ولا تقديم نموذج إيجابي لإدارة الدولة في المناطق المحررة ولا نموذج مشرف في الأداء السياسي للشرعية. فقدت الأحزاب فاعليتها كأحد الآثار الجانبية لفقدان وتآكل مؤسسات الفعل المدني في البلاد، والتي تعطلت منذ ما يقارب 6 أعوام لم تقم خلالها بإحداث أي تغييرات في قيادتها، وأصابت تحالف اللقاء المشترك في مقتل. تحتاج الحياة السياسية في اليمن لتحولات جذرية في طريقة الأداء وفي القيادات التقليدية لتتماشى مع التغيرات التي تحصل في البلد والمنطقة، والتي تحتاج نمطا مغايرا من التفكير والأداء والعمل بقدر أقل من المخاوف. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله نعمان الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الله. أمساء الأنوار لك ولكل المشاهدين. أهلا بك معنا أستاذ عبد الله. بداية، برأيك ما هي أسباب إطالة أمد الحرب حتى اللحظة، أو ما الذي يؤخر استعادة الدولة؟ كثيرة هي الأسباب، لكن سوف نتحدث عن أبرزها. يعني أول هذه الأسباب عدم وجود رؤية مشتركة لدى التحالف والشرعية لاستعادة الدولة عبر المسارين السياسي والعسكري. بعد ذلك طبعا نحن نعلم أن الانقلابيين نحن نعلم أن كل مؤسسات الدولة انهارت بفعل الانقلاب، ومن هذه المؤسسات المؤسسة العسكرية والأمنية. هذا الأمر طبعا أدى إلى أن تبدأ أولا مقاومة هذا الانقلاب بمجاميع مسلحة بادرت طوعا للقتال مع بعض الأفراد العسكريين، لكن لم تكن هناك تشكيلات
عسكرية منتظمة لخوض المعركة مع الانقلابيين، في الوقت الذي كان الانقلابيين يخوضون الحرب بوحدات عسكرية بكامل السلاح والعتاد ومجهزة تجهيزا كاملا ومدربة أيضا على فنون القتال. ظل التحالف يتعامل بشكل مباشر مع مجاميع المقاومة المسلحة حتى بعد أن تواجدت الحكومة في الرياض، وحتى بعد أن تم تحرير المحافظات الجنوبية لم تبذل أي جهود حقيقية لإعادة بناء الجيش ولتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدمج المقاومة في الجيش الذي صدر فور تحرير عدن. هذا الأمر أثر إلى حد كبير جدا على أداء المقاومة، لأننا نحن نقاتل بجماعات ليست مدربة ولا مؤهلة، وليست خاضعة أيضا لتأهيل قتالي ولا تمتلك أيضا العتاد والأسلحة المكافئة والموازلة للسلاح الذي يمتلكه الانقلابيون. ضاعف من هذا الأمر أيضا أن الشرعية عجزت عن تثبيت أمن واستقرار وإدارة المناطق المحررة وتقديم نموذج يعني للمواطن اليمني بالدولة التي يمكن أن تقوم بعد القضاء على الانقلاب، الدولة التي ننشدها وفق مضامين مخرجة الحوار الوطني. أنفلت الأمن، كانت أيضا الحرب قد أدت إلى سيطرة القوى الإرهابية على أجزاء كبيرة جدا من الأراضي اليمنية وانتشرت في كل المحافظات، واستمرت الحالة الأمنية سيئة. عجزت الدولة عن تقديم أيضا الخدمات وتوفير الحد الأدنى من احتياجات الناس في المحافظات المحررة. كل هذا عكس نفسه على لماذا برأيك أستاذ عبد الله يعني عكس نفسه على الأداء في المعركة؟ نعم، لماذا برأيك تعجز الدولة يعني أو الشرعية عن إدارة المناطق المحررة وتفعيل مؤسساتها؟ أنا أعتقد أن السبب الرئيسي يعود إلى يعني خيارات الرئيس الغير موفقة، إلى أيضا تخلي القوى السياسية عن ممارسة دورها في الشراكة الحقيقية على الأقل في رسم السياسات والتوجهات والقرارات التي تتخذها الحكومة، لأنها أولا الرئاسة أو الحكومة يعني هي سلطة نشأت نتيجة لإرادة التوافق السياسي الذي كان قائما والذي أسست له المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فاستكانت وتراجعت للخلف وأتاحت الفرصة للرئيس وللحكومة الذي أدار الحقيقة المناطق المحررة بأدوات ووسائل موروثة من السابق، ولم تستطع أن تقدم النموذج. هذا الأمر أثر كثير جدا. تواري القوى السياسية كان له دور كبير جدا في حالة فيما وصلت إليه المناطق المحررة من هذه الحالة المتردية يعني في تقديم الخدمات وفي توفير الاحتياجات. نعم، إذا أستاذ عبد الله يعني قلتم في حديثكم بالأمس أن لا الحكومة ولا التحالف أيضا يملكون رؤية لاستعادة الدولة عبر بوابتها العسكرية والسياسية، يعني هل وضحت هذه النقطة بالذات؟ يعني دائما كلنا نعرف أن المعارك العسكرية هي عبارة عن وسائل لتحقيق أهداف سياسية. العمل العسكري إذا كان الهدف السياسي الآن المعلن هو استعادة الدولة، فيجب أن يعني يخدم الهدف العسكري في الميدان، هذا الهدف العملية العسكرية يجب أن تخدم هذا الهدف الموجود. لكننا نرى حالة تشتت وتوهان في العمل العسكري، يعني نحن أولا نقاتل بجيش مجاميع غير مؤهلة وليست انضباطية ولا منضوية في تشكيلات عسكرية، لم يبذل أي مجهود لإعداد هذا الجيش وتجهيزه بالعتاد والإمكانيات العسكرية اللازمة المكافئة للطرف الآخر. كان هذا الجيش يمكن إعداده خلال 3 أشهر، واليمن لا تحتاج جيش جرار، كان الأمر يمكن أن يكفي بإعداد 100,000 مقاتل وإعدادهم يعني بدنيا وقتاليا وعلى نعم. أساس عقيدة وطنية واحدة كان يمكن أن يكفي ذلك لهزيمة الانقلابية. ماذا عن الألوية الموجودة في مأرب وعدن وحضرموت وغيرها؟ يعني هناك يعني ما يرصد في الكشوفات يعني جيش قوامه أكثر 200,000 مقاتل، أين هم إذن؟
دعيني استكمل الفكره اولا. نعم. واقول لك انه لو كان اعد هذا الجيش كان يمكن ان يساعد في عمليه انجاز المهمه القتاليه وتغيير على الاقل تغيير موازين القوى على الارض ليجبر الاخرين القبول بتسويه سياسيه عادله وفق المرجعيات المتفق عليها، هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخرى كان يمكن ان يجنب اخواننا في دول التحالف الكثير من الحرج عن الاخطاء التي يتسبب بها الطلعات القويه، وايضا كان يمكن ان يوفر الكثير من الامكانيات التي تهدر الان بطلعات الطيران، لانه الطيران لا يمكن ان يحسم المعركه من الجو ولا يمكن ان تحسم ما لم توجد قوات مسلحه على الارض، وكان يمكن ان يرفع الحرج بتحميل دول الخليج المسؤوليه باعتبار انه الامر صار بيد اليمنيين، لكن هي اخطاء تراكمت، هي انا لا احمل مسؤوليه الاشقاء في دول التحالف، كفر الله خيرهم على ما قدموا مجهود، تتحمل المسؤوليه قيادتنا السياسيه والعسكريه. لا. اما هذه الاعداد التي تحدثين عنها، الاعداد طبعا هي اكثر من ذلك بكثير. الرقم الان للعسكريين تقريبا في حدود 420 الف مقاتل يستلمون المرتبات. هذا العدد الوهمي لا وجود له في الجبهات. وحتى هذه اللحظة هذه الأعداد الوهمية بدأت تتسلم المرتبات الآن دون أن يتم تهيئة أو تأهيل معسكرات لاستقبال هذا العدد من الناس وإعادة تأهيلهم بدنيا وقتاليا وإعادة صياغة العقيدة العسكرية لهؤلاء الناس على أساس وطني. حتى موضوع الدمج للمجاميع المسلحة في إطار الوحدات العسكرية تم بطريقة شكلية لا يعني تخدم الهدف ولا تؤدي الغرض، يعني هي كشوفات دمجت واحتسبت على الألوية لا أقل ولا أكثر، لكن المفروض أن عملية الدمج تتم وفق إجراءات متفق عليها وموحدة. أولا تبدأ بإلزام الجماعات المسلحة بتسليم السلاح فور دخولها للمعسكرات التي ستدمج فيها. نعم. أولا تقديم كشف بالأفراد الموجودين لديها وبالأسلحة المملوكة لديها، ثم تسليم السلاح، ثم الترقيم، ثم يعني توزيع هذه المجاميع في كافة التشكيلات بدءا من الجماعة ثم الفصيلة ثم السرية ثم هكذا. لا يجب أن تظل مجاميع متماسكة سواء داخل المعسكرات أو على أو في الجبهات، ثم إيكال قيادة هذه المجاميع التي ستدمج مع أفراد الجيش الموجودين إلى قيادات عسكرية محترفة سواء من صف الضباط أو الضباط أو قادة الكتائب وقادة الوحدات. هذا الأمر ما لم يعني يتم اتباعه بهذا الشكل سنظل يعني نعيش حالة لا حسم، هذه الحالة من التوهان، لا معركة تحقق، يعني نحرر موقع ثم نتراجع عنه، نحرر منطقة ثم نتراجع عنها ونتخلى عنها. هذا الأمر لا يستفيد منه سوى بعض القادة الذين اعتادوا ليكونوا مقاولي حروب ولا يستفيد أحد غيرهم. نعم، إذا يعني لو تحدثنا أستاذ عبد الله عن تأهيل هذا الجيش الذي يعني ربما أخذ وقت طويل عامين يعني لم يتم بالشكل المطلوب يعني بما تتطلبه ربما المعركة وتحرير البلد، إذا يعني إذا لم نعول فعلا على جيش وطني خلال عامين تم بناؤه، على ماذا سنعول؟ تركيبة الجيش الحالية إذا ظلت بهذا الوضع ولم نتلافي الأخطاء وبشكل سريع ونبدأ فعلا في تحقيق عملية الدمج الفعلي في تشكيلات عسكرية منضبطة والتأهيل البدني والقتالي لهؤلاء الناس وإعادة صياغة العقيدة العسكرية، فإن الجيش القادم سيكون أسوأ من جيش علي عبد الله صالح. لماذا؟ لأنه أولا معظم الألوية والوحدات العسكرية المشكلة حاليا شكلت على أساس ألوية تابعة للمحافظات، يعني أبناء تعز كلهم في ألوية معينة أو أبناء لحج في ألوية معينة أو أبناء حضرموت أو إلى آخر هذا الكلام، بل الأكثر من هذا أنه في بعض المحافظات ألوية شكلت تتبع قبائل أو تقسيمات يعني أدنى من مستوى المحافظة. هذا الأمر سيقودنا إلى كارثة. هذا الأمر أنا طرحته على الأخ الرئيس أكثر من مرة واقترحت عليه أن يشكل هيئة استشارية من عدد لا يتجاوز 5 أو 7 ضباط محترفين مهنيين حتى لو كانوا من الضباط الذين قد أحيلوا للتقاعد، يضعوا رؤية لدمج موحدة لإعادة دمج القوات المسلحة وإعادة تأهيله وإعادة
يعني صياغة العقيدة العسكرية، ثم يشرفوا على تنفيذ هذه الرؤية في على مستوى المحافظات من خلال لجان فرعية تابعة لهم. لكن مع الأسف الشديد يعني لم يؤخذ بهذه الرؤية. أنا أتصور أنه لو الإرادة والنية متجهة بهذا الاتجاه لن يستغرق الأمر أكثر من 4 أشهر. هم يتعللون اليوم بعدم وجود الإمكانيات. لا أعتقد أن الإخوة في دول التحالف سيبخلون في تقديم الإمكانيات اللازمة لتأهيل معسكرات. نعم. ربما لتأهيل الجيش. أنا أستاذ عبد الله، يعني ربما لست الأول من يطرح أن يعني لو كان هناك جدية في مسألة حسم المعركة لن تأخذ أكثر من 4 أشهر، بعضهم يقول شهران، ويعني لكن ما هو السبب؟ يعني إذا لم يكن كما تفضلت سبب مادي أو لا يوجد لديهم دعم، ما هو السبب الحقيقي في عدم إرادة الشرعية باستعادة دولتها أو استعادة أرضها؟ يعني أولا يعني لا نستطيع أن ننكر أن هنا أن الفساد سبب رئيسي من هذه الأسباب. وجود أيضا فئة متربحة من الحرب، يعني لدى الشرعية زي الفئة المتربحة من الحرب لدى الحوثيين، أيضا هذا سبب من الأسباب. وجود عناصر لا تريد مغادرة السلطة أو ترى بأن انتهاء المرحلة، يعني حسم المعركة سواء معركة عسكرية أو تسوية سياسية وانتهاء المرحلة الانتقالية ربما يعني سيقفل الفرص أمامها للاستمرار في السلطة. كل هذه يعني من ضمن الأسباب التي تقود إلى استمرار الحرب. المستفيدون كثيرون، ومع الأسف أيضا الرؤية غائبة والحكومة لا تمارس دورها مع أشقائنا في دول الخليج. هي تكتفي بالتلقي ولا تفعل فعل مباشر وفاعل. هي في تصوري حتى هذه اللحظة يعني إخواننا، أنا معلومات تريد من هنا وهناك، الإخوة في الأشقاء في دول الخليج يشكون من نزف الإمكانيات التي يقدمونها. يصرفون إمكانيات ولا يرون لها أثرا على الأرض. يعني في فساد موجود متوغل في أوساطنا إن لم نتخلص من هذا الفساد ومن الأدوات الفاسدة وإدارة الدولة بالأقارب والمقربين لن ننجز المرحلة. نعم. الجميع إذن أستاذ عبد الله يعني كان يراهن على تعز كقلب للمشروع الوطني. ما الذي أصابها؟ يعني تعز الآن هي الأكثر تضررا، الأكثر وجعا، وربما الأكثر فرقة للأسف. يعني تعز الحقيقة يعني تعاني من خذلان أولا. نعم. وتعاني من انقسام يعني ظاهر أو غير ظاهر في صفوف أبناء هذه المحافظة والقوى السياسية التي تعمل فيها. يعني سبب هذا الانقسام عدم وجود رؤية واحدة لدى هذه المكونات السياسية لاستعادة الدولة ولبناء أيضا مؤسساتها. الناس الآن في ونحن في معركة استعادة الدولة وفي هذه الظروف تتسابق على بعض المناصب والفتات وعلى بعض المواقع الإدارية والقيادية ويظنوا أن الأمر يعني أن المعركة قد حسمت. اليمن يذهب إلى الهاوية. اليمن يعني الآن المسؤولية في هذه المرحلة هي يعني أمر شاق وصعب. فما لم نمتلك رؤية لهذه المسألة ولتسوية الاختلافات ولإعادة بناء الجيش بطريقة صحيحة يعني سوف تغرق اليمن. لا يمكن. هناك من يرى الآن أن كل الناس الذي كانوا محسوبين على علي عبد الله صالح وعلى المؤتمر الشعبي وهم في مواقع المسؤولية الآن يجب اجتثاثهم. نحن لسنا بحاجة لهذا الخطاب ولسنا بحاجة لهذه الممارسات. نحن نريد أن نمارس خطابنا الآن يرسل رسائل تطمين للناس بأننا لن نقصي أحد، لن نهمش أحد. نحن في معركة عنوانها الحقيقي استعادة الدولة. كيف نستعيد الدولة؟ نستعيد أجهزة الدولة في المحافظات بهياكلها القائمة حاليا بمسؤوليها القائمين. هذا يعني استعادة الدولة. أما لو كنا في مرحلة غنيمة الدولة بناتي في يعني بمسألة أخرى هي اقتسام الغنائم. في مفاهيم خاطئة سادت خلال المرحلة السابقة اللي هي مفاهيم الشراكة. أين تكون الشراكة؟ شراكة في مواقع السلطة الرئيسية وليست في تقاسم الوظيفة العامة والمؤسسات. هذه المفاهيم لو رسخت، لو اتفقنا على إجراءات موحدة لعملية الدمج واستيعاب المقاتلين وعملية معالجة الأخطاء التي حصلت في عملية الاستيعاب، واتفقنا على رؤية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية، واتفقنا على رؤية لإصلاح الأجهزة وأجهزة السلطة فيما بعد،
يعني ويجب أن تكون هذه الرؤية للإصلاح بالوسائل والأدوات القانونية ومن خلال الأجهزة نفسها. هذا الانقسام الحاصل مع الأسف الشديد نتيجة ضحالة التفكير وعدم الاستفادة من أخطاء الماضي، الناس لا تدرك أن مسألة الفهم الخاطئ لمسألة الشراكة وإخضاع الوظيفة العامة للتقاسم بعد تشكيل حكومة الوفاق هو السبب الذي أدى إلى تعثر عملية الانتقال، أو من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعثر عملية الانتقال ونشوب الخلافات بين أطراف اللقاء المشترك الذي كان الداعم والرافع لعملية التغيير. نعم، إذن يعني نتمنى أن يصل حديثك أستاذ عبد الله، أن يجد أذانا تصغي لها وعقولا تدرك يعني مدى أهمية هذا الحديث لاستعادة الدولة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله نعمان، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. ينضم إلينا أيضا عبر سكايب الباحث والمحلل السياسي الأستاذ جمال المليكي من الدوحة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. اهلا بك استاذ جمال. استاذ جمال، يعني كونك يعني متابع للشان ويعني محلل سياسي، كيف تقرا المواقف السياسيه المحليه والدوليه ايضا فيما يتعلق بالقضيه اليمنيه؟ واولا علينا الا نقرا اللحظه وكانها انتجت نفسها. نعم. اللحظه التي نحن فيها هي نتيجه لمجموعه من المقدمات. احد اهم هذه المقدمات هو غياب المشروع الوطني المحلي والارتهال للخارج بالطريقه في ظل غياب المشروع المحلي. عندما التجأت الدولة إلى البحث عن نصير من الخارج، هذا مصور ومنطقي، ولكن في ظل غياب تام لأي رؤية محلية، هذه كانت الكارثة باعتقادي التي قادت إلى اللحظة التي نشتكي منها اليوم. اختبرت القوى السياسية، دعونا من الكلام، اليوم كلنا نستطيع أن نتحدث، ولا ننتظر من السياسيين أن يمطرون بالخطب والكلام، كلنا ننتظر منهم عندما اختبروا في مواقف محددة ومعينة. منذ تحرك الحوثي باتجاه صنعاء، وستكلم بشكل واضح على تجربة اللقاء المشترك، كان اللقاء المشترك موحدا، حاول علي عبد الله صالح أكثر من مرة أن يشق الصف ولكنه لم يستطع، وصمد اللقاء المشترك وكانت تجربة نفتخر فيها كتجربة في اليمن. لكن للأسف الشديد منذ أن تحرك الحوثي باتجاه صنعاء بدأنا نجد تململ من قوى سياسية داخل اللقاء المشترك، وبدأ جزء من تصفية الحسابات انتهى بسقوط صنعاء، ولاحظنا لغة التشفي في لحظة سقوط صنعاء من كثير من القوى السياسية ومن كثير من زعماء الأحزاب السياسية للأسف الشديد. لذلك إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع هذا الشعب الذي يدفع الثمن، علينا أن نعيد قراءة تلك اللحظة مرة أخرى. تحدثت ونحن اليوم في ذكرى الانقلاب التركي، كنت قد كتبت مقالا ما هي الرسائل التي ترسلها ميادين تركيا إلى ثوار الربيع العربي. من تلك الرسائل كما أذكر هو أن القوى السياسية عندما شعرت أن الدولة مهددة في تركيا، الإسلامي والعلماني كان يعني وقف على صف واحد ضد الانقلاب. هذا الارتفاع إلى مستوى اللحظة، هذا الرقي إلى مستوى حساسية اللحظة عندما يتم تهديد الدولة كان غائبا في اليمن. علينا أن نقول ذلك بكل وضوح حتى لا نقع فيه مرة أخرى، لأنه اليوم فكرة أنه نستطيع أن نتحدث عن الأخطاء، كلنا نستطيع أن نتحدث عن الأخطاء، لكن نحن سنقدم على لحظات قادمة تحتاج مننا إلى أن تتوحد القوى السياسية وأن ترتقي عن تصفية الحسابات. هناك رغبة لدى الجميع بدرجات متفاوتة بتصفية حسابات في اللحظات الحساسة. لذلك نحن اليوم بحاجة أن تجتمع القوى السياسية المحلية لتشكل رؤية، تكون رؤية. إذا كنا نشتكي أن التحالف ليس لديه رؤية، وأنا شخصيا عندما أجد الخليج على سبيل المثال لديه الاستعداد أن يعبث بنفسه كما يعبث بها الآن، فكيف أطمئن أنه سيفعل شيء في اليمن حقيقي ما لم يكن هناك مشروع محلي يرغم الخارج على أن تكون مساعدته فعلا مفيدة في استعادة الدولة؟ في ظل الغياب لا نشتكي من أحد، في ظل غياب مشروع وطني محلي من قبل القوى السياسية يتشكل بشكل واضح وبملامح واضحة، لن يفيدنا الخارج بالطريقة التي ربما نحلم بها ونتوقعها. نعم، إذن أستاذ جمال ابقى معنا، ينضم معنا أيضا عبر الهاتف المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي من تعز. مساء الخير استاذ عبد الهادي. مساء النور استاذ عبد الهادي. يعني نتحدث عن تعز التي تمثل عمق المقاومه والهويه ايضا كما يقال، هل تستطيع الصمود امام مشارع التقسيم للمنطقه التي تعمل ايضا على الهويات الوطنيه؟
أعتقد أن مشكلتنا ليست في الهوية لكن مشكلتنا أدائية. المشكلة الأساسية القائمة في الجمهورية اليمنية هي مشكلة أدائية ومشكلة كيف يمكن توحيد كافة الجهود للتصدى في اتجاه واحد. عندما تصبح الرؤية واضحة لدينا إشكالية أساسية في اليمن بشكل عام، هذه الإشكالية يمكن محورتها فيما نسميه إجمالاً فكرة إيديولوجية الدولة. إيديولوجية الدولة كفكرة أساسية يصار على ضوءها برنامج كما أسلف الأستاذ عبد الله نعمان في استعادة الدولة. استعادة الدولة تقتضي أدوات أي عسكرية وسياسية واقتصادية وحركة على الأرض. هذه الحركة على الأرض كانت غائبة من الطرف المحلي ممثلا في الحكومة اليمنية التي تأخرت كثيرا عن العودة إلى عدن، وتأخرت كثيرا عن حل المشكلة الاقتصادية، تأخرت كثيرا عن حل المشكلة الإدارية. نتج عن هذه المسألة تشوه للصورة الذهنية لدى المواطن عن الشرعية. نحن أيضا مجتمع كان يجب أن يقرأ ثقافيا، نحن مجتمع مطير أي أنه مجتمع قلق وسريع الحركة. التطويل ليس في صالح الشرعية في مسألة الحرب والبقاء. موضوع تعز هو جزء مرتبط تماما بموضوع عدن، بموضوع الجنوب، بموضوع التكوينات والتجزئات التي أدت إلى تحرير محافظات وبالتالي تسليمها إلى سلطة محلية قبل أوانه بكثير. وهذه المسألة كانت تقتضي أن تعود السلطة المركزية وتبدأ أولا من نمط صناعة الصورة الذهنية للعاصمة أولا، وبالتالي ينجر هذا المدى على بقية المناطق بشكل عام. لكن أن نترك ونبدأ بكيل الاتهامات للقوى السياسية، موضوع الدولة أعلى من مستوى حزب سياسي وقوى سياسية محددة من حيث الإمكانيات، من حيث الأداء. كم مكاتب هذه القوى السياسية لنفترض في تعز؟ الأحزاب الموجودة مكاتبها من 10 إلى 20 فرد. كم تستطيع هذه المكاتب أن تحل بدلا من سلطة محلية مكونة من عشرات الوكلاء والمسؤولين السياسيين؟ أيضا نضوج الخطاب ونضوج الرؤية وإمكانيات الجيش وتوفيرها بناء معسكرات كموضع تدريب، كلما أسلف الحديث عن كل هذه المسألة في الأخير الحرب تعني مال، أي تعني عمل اقتصادي. كيف يمكن تدوير اقتصاد المناطق المحررة لاستكمال تحرير المناطق الأخرى؟ لماذا لا يترافق مع العمل السياسي مع العمل العسكري الداخلي عمل سياسي مع القوى والأطراف التي هزمت مناطق خاضعة للانقلاب؟ كيف يمكن العمل على السيطرة عليها؟ هذه مجريات مهمة. نعم، إذن ضيفي العزيزين جمال المليكي وعبد الهادي العزازي، اسمح لي أنتم وسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود لاستكمال حوارنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني موقف عدن، حضرموت، تعز، مأرب أيضا، كيف تقرأ هذا الحضور، يعني حضور التكامل أو التباينات في المواقف السياسية، ويعني مدى إسنادها للشرعية؟ هو باعتقادي أنه إطالة الأمد، أمد هذه المعركة، أنشأ كثير من الإشكاليات التي أصبحت عائق أمام التحرير أو أمام إنتاج المشروع الوطني أو فرض المشروع الوطني الذي كان موجود على سبيل المثال في كوثيقة مؤتمر الحوار وغيره. وبالتالي نحن أمام إشكاليات متداخلة ومعقدة تتمثل بأن الشرعية عندما استعانت بالخارج لم تكن لديها أدوات تستطيع أن تمارس دور فاعل يجعل الدور الخارجي أكثر فاعلية. يعني عندما نتكلم عن المناطق المحررة طلت يعني فترة طويلة ونحن نقول أن المناطق المحررة أصبح البعض يقارن بينها وبين المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي، وأنه ليس هناك فرق لا من ناحية الأمن ولا من ناحية الخدمات. وبالتالي هذه الفكرة ظلت طويلة دون أن تحل، دون أن تكون هناك حلول. الحكومة، تكلمت بالفقرة الأولى عن موضوع الدور السياسي في لحظة سقوط الدولة للقوى السياسية. بعد عاصفة الحزب كان أيضا دور الدولة ضعيفا، ولم تكن حتى في المناطق المحررة لم تكن تقوم بأدنى إجابة على أسئلة المواطن البسيط بأن يشعر بأنه هناك انتماء حقيقي للشرعية. أنا أعتقد أن الشرعية لا يكفي أن يكون هذه هو الممثل الشرعي للبلد فقط،
روح الشرعية تتمثل بأنه تستطيع هذه الشرعية أن تجيب على أسئلة المواطن البسيط. أستطيع أنا أن أحس كمواطن في عدن أو في تعز أن هذه الشرعية تمسني وتجاوب على أسئلتي وتحاول أن تقترب من خدماتي وتقدم لي الخدمات بقدر الاستطاعة. المواطن عندما لا يشعر بهذا يقل حتى حماسه مع المشروع أو تقل دعيني أقول الحاضرة الاجتماعية في كل مكان. اليوم أصبحنا نسمع نغمة تذمر يستغلها البعض في إعادة إنتاج ربما جزء من الماضي بسبب هذا التململ وعدم قدرة الشرعية وعدم فاعلية الشرعية في الإجابة على أسئلة المواطن البسيط على الأقل في المناطق المحررة. نعم. دعني أنقل هذه الفكرة. نعم. نسمع حديث مختلف في الجنوب وحديث كأنه كل جزء من الأرض يتحدث عن مشاكله باستقلال عن المشروع الوطني الكبير. نعم. إذن دعني أنقل هذه الفكرة لضيفي الأستاذ عبد الهادي. الأستاذ عبد الهادي يجد يعني الأستاذ جمال أنه منذ يعني بداية معركة التحالف وللأسف الشديد الشرعية لم تكن بتلك القوة. هناك الآن يعني ربما منذ البداية المقارنة بين المدن الواقعة تحت سيطرة الشرعية وبين المدن الواقعة تحت سيطرة التحالف ويجدون أن هناك لا فرق كبير في ناحية الأمن أو الخدمات أيضا. بالتالي هذا ينعكس سلبا على المواطن الذي ربما يفقد حماسه على المشروع. ربما هذه النقطة يتفق فيها مع ما طرحه أمين عام حزب الناصري بالأمس. برأيك أنت إذا ما أردنا أن نتحدث عن هذا الملف أستاذ عبد الله يعني أستاذ عفوا عبد الهادي يعني ملف استعادة الدولة في ظل ضعف الشرعية في مناطقها المحررة أيضا في ظل تأثير الخلافات في البيت الخليجي، كيف يمكن أن يؤثر كل ذلك على استعادة الدولة؟ أعتقد هذه المسائل تنعكس جدا على اليمنيين إجمالا. مثلا الوضعية كانت مختلفة في عدن عندما دخلتها قوات التحالف والقوات المحلية التي اليمنية التي قدمت مسؤولية، وكذلك الوضع مختلف مثلا في مدينة المحا على مستوى ما أعرفه أنا عن وضعها في تعز مثلا وفي الأماكن الأخرى. لم يكن هنالك خطاب موحد للمقاومة والجيش الوطني ملزم، وكانت أقدر أن يتم في كل المناطق المحررة إعلان حالة طوارئ أولا، فرض أحكام عسكرية، إعادة تثبيت الأمور بقوة السلاح. هذه حرب، نحن في حرب، هذه الإجراءات لم تتخذ. أيضا لم يجري كما نقول بشكل عام بفعل إعلان حالة الطوارئ وتجير الإمكانيات، استغلال الإمكانيات المحلية المتاحة لعملية تنشيط بقية الأجهزة التي تعيد طمأنينة المواطن بالشرعية أولا وتعيد تصحيح مفاهيم الدولة. الوجود الذهني للدولة هو منظورك، وبالتالي كان يجب أن يعاد هذا العمل. أيضا العمل العسكري وحده في تحرير هذه المناطق لا يكفي، يجب أن يكون هناك عملا سياسيا مرافقا، عملا اقتصاديا، عملا إداريا يجري توظيفه على الأرض. هذه المسائل تحتاج تقنين. إلى اليوم نحن بدون إذاعة موجهة من الداخل، إلى اليوم لا أعرف لماذا لا يتم تشغيل إذاعة عدن وتوجيهها إلى أغلب المناطق لخطاب السكان، لأن الغالبية ربما ليست لديهم كهرباء في ظل انعدام الكهرباء عن البلد، وبالتالي يقعون تحت ضحية خطاب واحد يضاق بهم من جماعة الانقلاب. هنالك أداء ضعيف بشكل عام، هذا الأداء الجميع يطرح المسألة في الإمكانيات، لا أدري ما هي الإمكانيات، الإمكانيات المادية أم الإمكانيات الذهنية والأداء البرنامجي. هناك حالة من التعطيل العام تبرز على الجميع. مثلا كانت مشكلة الرواتب مشكلة أساسية، كيف يمكن أن يركن الناس إلى سلطة لا تمنحهم رواتبهم؟ ما قضية العلاقة؟ أيضا قضية توضيح الصورة كما طرح الأخ عبد الله نعمان، مفهوم الشراكة، مفهوم القاموس السياسي الذي يجب أن يستخدم على كافة المستويات، من مسألة الشراكة إلى مسألة المشاركة. هل الشراكة تتم بالبرامج، بالرؤى، بالخطط، بالأفراد؟ وأين تتم الشراكة في الجهاز الإداري أم في الجهاز السياسي؟ بالأداء الاقتصادي كيف نوجه رسالة تقنين إلى القوى الاقتصادية؟ هنالك حالة إقصاء مارسها جماعة المقاومة. أنا أجزم القول أن الغالبية من جماعة المقاومة لم يترقوا مؤامرة سياسية عن الأهداف الحقيقية للشرعية، لم تزر هذه المناطق التي فيها مشتعلة المقاومة في كل مكان، خصوصا البيضاء وتعز، قائد سياسي بطريقة مستشار أو وزير.
لذلك هذه العملية لا أعرف، يعني هناك آلاف من الأسئلة. أنا أعتقد أن الرجل الوحيد ربما الذي زار تعز هما شخصان، المحافظ وقائد قوات الاحتياط الأخ سمير الحاد، هذا على ما أعرفه تمام المعرفة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني لو تحدثنا عن المسار السياسي في المشهد اليمني والذي ربما غاب أيضا عن جلسة مجلس الأمن ومقابل التركيز على الجانب الإنساني، برأيك هل يعني خبت أو خفت أفق الحلول السياسية من اهتمام المجتمع الدولي؟ هو بالنسبة للمشهد الكلي اليوم، إذا عدنا إلى 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 التفاوض أو إلى الحل السياسي، ليس هناك من زاوية الشرعية ومن يؤيد الشرعية، ليس هناك وضع يسمح أن تدخل الشرعية بحوار وهي واقفة على أرضية صلبة. يعني ربما كان في فترة معينة قبل أن تحدث الأزمة الخليجية على سبيل المثال، وقبلها ربما بشهر أو شهرين، كان هناك قدر من الموقف، ممكن أن نسميه موقف تفاوضي قوي، تستطيع الشرعية أن تذهب وهي واقفة على أرضية صلبة. لكن اليوم للأسف الشديد، حتى يعني بدأنا نتحدث اليوم، وبدأ يعني اليوم كنت على تواصل مع أحد نشطاء المخاء يتحدث على أنه هناك نمط من التحركات داخل المخاء، تحركات غريبة جدا تشبه التحركات التي تقوم بها الإمارات في عدن. إذن نحن سمحنا في ظل غياب الفاعل المحلي سواء بشكله السياسي او بشكل يعني كاحزاب سياسيه او كدوله او حتى كمقاومه وجيش، هذا الغياب جعل الخارج يعبث كما يريد. هذه هي المعضله باعتقادي، انها المعضله الجوهريه التي تقف اليوم امام اي حل سياسي وامام حتى استثمار اي تحرك عسكري فيما يخدم اما التحرير او اما فرض شروط تفاوضيه تجعل اي تفاوض سياسي او اي جلوس على طاولة الحوار هو لصالح الشرعية ولصالح فكرة استعادة الدولة. فنحن أمام إشكال، لا أعتقد أن الساحة مهيئة لأي تفاوض سياسي حقيقي ينتج شيئا أو ينتج حتى خطوة في اتجاه استعادة الدولة. وفي ظل الوضع الموجود في الخليج للأسف الشديد، لست مطمئنا على التحركات العسكرية التي تحدث على الأرض في كافة الجبهات. نعم، إذن في ظل هذه الضبابية أستاذ جمال، يعني تحركات في عدن انبثق ربما عنها المجلس السياسي، في تعز أيضا هناك أكثر من إشكالية، المشهد يبدو ضبابي أكثر من أي وقت مضى، يعني هل يعني يشعر المواطن البسيط أنه لا أفق لهذه الحرب الدائرة في اليمن؟ هو في ظل أن هذه الحرب وهذه المشكلة هي فرضت على اليمنيين وفرضت علينا فرضا، وبالتالي سيظل فكرة البحث عن مخرج هي الفكرة التي ينبغي أن تشغل تفكيرنا وليس الياس. يعني في النهاية نحن أمام تحت هذا الوضع، ليس أمامنا إلا أن يعني نحن نستطيع أن نقول أن إرادتنا وأن قيمنا وأخلاقنا أمام اختبار حقيقي، كل في جبهته وكل في الزاوية التي يراها. وبالتالي علينا أن على سبيل المثال أن ننتج على الأقل نماذج حية. يعني اليوم نحن نتكلم قوى سياسية في تعز، لماذا لا تثبت تعز مثلا على سبيل المثال والقوى السياسية في تعز أنها ستكون نموذج لبقية المناطق بتوحيد الخطاب، توحيد المقاومة والجيش، تقديم نموذج حقيقي على الأرض في ظل هذه الضبابية. وبالتالي هذا ما قصدته في البداية، يعني ألم نركن على مأرب كنموذج أيضا؟ باعتقادي مأرب تجاوزت خطوات أكثر من أي منطقة أخرى، وبالتالي نحتاج أن تكون هناك إضافة أخرى تجعل حتى الخارج أكثر اطمئنانا. نعم. لأي خطوات ولأي ضغط على جماعة الحوثي. نعم، هل تتوقع التحركات الأخيرة في تعز ربما تقدم هذا النموذج الذي تتحدث عنه؟ يعني قبل يومين في لقاء مكونات الأحزاب مع السلطة المحلية طرحت فكرة رؤية موحدة تقدم من جميع الأحزاب للخروج بالمدينة من هذا المأزق الذي تعيشه تحت غطاء المقاومة، برأيك هل سيثمر مثل هذا التحرك؟ أنا باعتقادي أنه ليس أمامنا إلا هذا، نحن نريد أن نرسل اليوم في هذه اللحظة كلحظة حساسة، نريد أن نرسل رسالة للخارج أنه إذا تركتمونا فنحن سنتحرك ولو ببطء، سنفعل شيء ولو ببطء في اتجاه استعادة دولتنا. ما لم نستطع أن نوصل هذه الرسالة، رسالة عملية وليس بالقول ولكن رسالة عملية،
تجعل من التحالف أن يعيد التفكير ربما بالاستراتيجية التي يتبناها في هذه اللحظة، لن يكون هناك مخرج على المستوى البعيد ولا حتى المتوسط. وبالتالي نحن بحاجة أن نرسل رسائل للداخل والخارج بأننا كقوة اجتماعية وقوة سياسية والشرعية في الداخل تستطيع أن تفعل بعض الخطوات التي تقدم نماذج حقيقية عملية تجعلنا أكثر قدرة على فرض ملامح مشروع، على الأقل إن لم نقل مشروع، ملامح مشروع محلي، يعني نجعل الخارج يساهم في إنتاج هذا المشروع لا أن يفرض علينا مجرد إملاءات. نعم، برأيك أستاذ جمال، يعني كيف يمكن للرأي العام أن يشكل ضغط حقيقي على الشرعية؟ يعني ربما نحن تحدثنا في هذه النقطة أكثر من مرة وفي أكثر من حلقة معك ومع غيرك من الضيوف، يعني نقاط ضعف واضحة يعني لم يتم معالجتها. هل يمكن أن يعني أن يكون الشارع أو الرأي العام نقطة حقيقية للضغط بالشرعية للالتفات إلى مهامها؟ هو نحن للأسف يعني منذ البداية كان الحديث يعني ليس اختراعا وليس ذكاء أن يقال هذا الكلام منذ البداية، أنه كنا بحاجة إلى العمل على جبهتين، الجبهة العسكرية والجبهة الاقتصادية الاجتماعية. بمعنى عندما تحرر أي منطقة عسكرية لابد أن يكون هناك خطة تفصيلية لما، يعني على سبيل المثال الخطاب الإعلامي الذي يعني هناك مجموعات برامج في رمضان، هذه البرامج الشعبية مثلا التي تصل للمواطن البسيط، لماذا لا يكون شكل من أشكال هذه البرنامج طوال العام؟ يعني نحن نترك الإعلام علي عبد الله صالح وإعلام الحوثيين يصل باللغة التي يفهمها أو للأسف الشديد يمكن أن تضلل جزء من الرأي العام في ظل غياب خطاب الشرعية. يعني فعلا لا يستطيع أحد أن يفهم لماذا ليس هناك حتى هذه اللحظة إذاعة تصل إلى مشارف صنعاء، تصل إلى المناطق في عدن، تصل إلى تعز. يعني هل يعقل أنه لدينا وزارة إعلام فيها أكثر من 20 وكيل وزارة لا يستطيعوا أن يفعلوا حلول عملية في ظل هذه الفرص المتاحة اليوم في كسوشيال ميديا وإن كان هناك فكرة الكهرباء، لكن يمكن في بموضوع الإذاعة أن يتم الوصول إلى أقصى شريحة ممكنة على سبيل المثال، هذا فقط كنموذج. وبالتالي كيف ستستطيع أن أشكل رأي عام يقف أو يضغط أو يفعل دون أن يكون هناك رسائل تصل إليه بشكل ممنهج وبشكل مرتب وبشكل كما تفرضه كل مرحلة؟ هذا الغياب هو الذي جعل اليوم السؤال يبدو وكأنه لا إجابة له. ولكن نبقى ونقول أنه اليوم البناء على ما على على ما على ما نستطيع أن نفعله الآن هو الخطوة التي ستجعلنا نتحرك بثقة نحو المستقبل. كيف سيتم ذلك؟ سيتم ذلك على أكثر من نحو. القوى السياسية، يعني لماذا لم نعد نسمع خطابا موحدا كخطاب اللقاء المشترك كما كان أيام علي عبد الله صالح؟ لماذا كل حزب يغرد لوحده؟ لماذا لا تجتمع هذه الأحزاب ولديها قاعدة شعبية؟ القاعدة الشعبية هذه تستطيع أن تبني من خلالها ملامح معينة أو تستطيع أن تفعل أنشطة معينة، تستطيع أن تكون، لا نقول أنها تقوم بعمل معارض للدولة الشرعية في هذه اللحظة الحساسة، ولكن تستطيع أن تكون سند، تستطيع أن تقول للشرعية نحن بالإمكان أن نفعل وبالتالي استعينوا بنا. هذا الغياب الموجود اليوم لابد، وهذا الفراغ لابد أن يملأ. وباعتقادي عندما تحدثت عن القوى السياسية بشكل مباشر لأنها هي الأكثر قدرة اليوم في ظل غياب المؤسسات الشرعية ومؤسسات الدولة على الوصول للرجل الشارع وللقاعدة الشعبية التي تمتلكها وبالتالي استثمارها في أكثر من صعيد وليس فقط على الصعيد العسكري. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الباحث والمحلل السياسي جمال المليكي، كنت معنا عبر سكايب من الدوحة. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.